احنا اليوم وهاي وقفتنا ببيت التجار اللي هو متمثل بغرفه التجار بغداد. احنا من هذا البيت من طريق باكر بنجمع باب غرفه تجاره بغداد بالشارع، وان شاء الله اذا صار العدا انا ادعو كل تجار بغداد بكل المهن، واللي ارجو من عندهم هذا موضوع مو شخصي، هذا موضوع وطني، كل محلات اللي عنده ضمير واللي عنده وطنيه يجي باكر ويتجمع ويانا. احنا العفو ما راح نطلع بس باسمائنا، راح نطلع بكل باسماء كل العراقيين الشرفاء، باسماء التجار وباسماء مثل ما ذكرت الاخت، حتى باسماء الفقراء. احنا باكر بنتجمع هنا باب الغرفه، اذا ان شاء الله صار عددنا احنا بوجهنا للبنك المركزي. واللي نرجوه من باكر بعد التهيؤ احنا نريد نسوي اعتصام كل شارع الرشيد نعزل محلات وقفه ضد محافظ البنك المركزي ومدير الماليه.